احنا نتحدث عن حالة لصوصية وحالة سرقة حقيقة لا يعني لا تقل اجراما عن قطاع الطرق ما يقوم به هؤلاء. اقول نعم نعم بكل تأكيد قاطع الطريق هم يمكن تلقى له مبتبرير يجوز ما عنده ياكل يجوز جوعان لكن دول قاموا بالشفلات استاذ نجم خلينا نشيها هيك بالشفل كيف الشفل الاموال صراحه اقول لك اياها انت عندما تسمع عن اخبار 4 مليار و5 مليار دولار تطلع بسيارات مصفحه وتدخل على الاكسس الخاص مال المطار الممر الخاص للمطار وتطير طيارات خاصه شنو هذه هذه مو عمليات سرقة ونهب حتى بالروايه مال علي بابا هم هيك تعرف كيف فلذلك اقول يجب ان نكون واضحين تجميل الحاله العراقيه انه في فساد في امريكا اكو فساد خلينا نقول في الصين اكو فساد في كل دول العالم اكو فساد فساد له محددات اكو اغطيه سياسيه لعمليات الاستيلاء او الاستئثار بالمال العام اعطاء مناقصات مقاولات كل هذا يندرج في ذلك في هذا الاطار احنا ما نتحدث عن هذا الشيء استاذ نجم احنا نتحدث عن اكو بالك فلوس موجوده بالخزائن مو هذا الحقيقه وده تجي جماعه وتشيلها هذا هو الواقع اذا نحتاج الى اعاده التعريف نعم واعاده التوصيف بشكل دقيق حتى تتم المحاسبه اذا تعريف الفاسد نعم. او توصيف الفاسد هو لا يتفق مع الحالة العراقية هذا أولا نعم 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 هاي وحدة اثنين من هو الذي يقوم بالسرقة أنت بديت حلقة وهاي ممتازة خلي الشعب العراقي يسمعها قبل ما تنتهي السنة حتى هو الشعب هم يراجع نفسه ليش هو ساكت ليش أغلبه ساكت ليش مجموعة من الثوار تناضل ثلاث سنوات وقسم مطاردة وقسم خارج العراق وقسم تعرضت إلى انتهاكات خطيرة ومعظم الشعب معظم للأسف قاعد يمني نفسه أما مستفيد أو الحقيقة أو جاهل للواقع العراقي من هو الذي يسرق؟ يعني توقع من اللي يسرق؟ أكو واحد يطلب البنك المركزي يفتح القاصة ويأخذ مواطن عادي سارق عادي لا الكارتل الفوق الذي يحكم واللي هو شو يسوي؟ وصل إلى قناعة يقول لك أنا بعد ما يحتاج أتصدى أصير رئيس وزراء أو أصير رئيس برلمان أو كذا خلي أجيب لي واحد بهذه العبارة مع احترامي للألقاب خلي أجيب لي واحد أخليه يمشي بنفس المسار الأعوج اللي إحنا مشينا عليه وبالتالي ينصاع ما ينصاع نطلعه وهذا اللي يحصل الآن مع محمد الشياع السوداني وأكو محاولة لإخراجه لأنه القوم اختلفوا الآن القوم نفس القصة كل ما يجيبوا رئيس وزراء ورا شوية يختلفون وشوف خلافاتهم ترى مو على قضايا مبدئية وعلى قضايا تخص مصالح الشعب أو على أمور يعني ثوابت في العمل السياسي خلافهم على مناصب